السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة يا جماعة يكون بخصوص الأسهم اللي موجودة على أيقونات البرامج على الديسكتوب اللي هي بتبقى خاصة بالشورت كات. تمام، هنتعلم مع بعض إزاي نشيل الأسهم ديت ببرنامج صغير جدا. هو برنامج بيعدل مفاتيح معينة في الريجستري بتاع الويندوز. أنا كنت ممكن خليتك تعدل الموضوع ده بإيدك، لكن جبت لك برنامج صغير يخلصتك الموضوع ده في أقل من ثانية. تمام، ده البرنامج أهو، هيبقى مضغوط، هتيجي تفك الضغط عنه هينزل لك الفولدرات اللي انت شايفها جنب بعض دي. تمام، لو انت ويندوز 7 هتدخل على الفولدر ده، لو انت ويندوز 8 هتدخل على الفولدر ده، الفولدر التالت ده مالكش دعوه بيه خالص. تمام، فطبعا انا عشان ويندوز 7 هدخل على الفولدر بتاع ويندوز 7 واختار ان انا ويندوز 64، لو انت 32 هتختار اللي تحت، لكن 64 هدخل عليه كده. وبعدين هفتح الايقونه الخضراء اللي جوه دي، ده شكل الايقونه اهي، هعمل لك عليها زوم، ده شكل الايقونه. تمام، هكبر اللي هفتحها عادي كليكتين هتفتح معانا بالشكل ده. اول واحده هنا ده الويندوز ديفولت اللي هو الاسهم الموجوده عندك دلوقتي. تمام، اما الكلاسيك الرو دوت بيخليك تغير شكل السهم، احنا عايزين النو الرو اللي هي رقم 3. مجرد ان انا هدوس عليها بالماوس هيبدا الايقونات تختفي وترجع تاني، لكن هترجع من غير الشورت كات اللي عليها. ركز معايا كده، انا هدوس اهو، شفت ايه اللي حصل؟ الديسك توب اختفى ورجع تاني. ومجرد ان هو رجع بتلاقي الاسهم بتاعتك اتشالت. لو انت عايز ترجعها تاني بتدوس على ويندوز ديفولت او من هنا كده هترجع لك تاني الاسهم. تمام، انا هشيلها طبعا عشان مش عايزها. ده كان موضوع النهارده، يا رب الناس تكون استفادت منه. يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.